كلام كده جميل، يعني الأول اليقين في إن ربنا إن شاء الله هيستجيب، تاني حاجة الخشوع. وقد يكون الخشوع ده بيجي منين؟ ما هو برضو أختي اللي بتقول اللي بنطفي على البوتاجاز ولا شوفي الباب بيخبط ولا كده وهي بتدعي ربنا غصب عنها، يعني العيال. لكن فكرة الخلوة الله، بمعنى إن أنا إن شاء الله أقفل على نفسي باب أوضتي، أنا بطلع البلكونة يعني بس عشان ما فيش حد خالص، يعني أنا مني للسما كده. ففكرة ان انت تلاقي خلوة مع ربنا انت وهو بس، ان شاء الله في اوضة وتقفلي الباب عليكي 5 دقايق بس، يبقى فعلا يعني الخشوع بيجي اظن من اني ابقى البشر والظروف والدنيا برايا، صح ولا انا انا لازم اخد بكده؟ نيه. يعني سيدنا زكريا لما دخل على السيده مريم العذراء ولقاها قاعده واخده خلوه كده وبتتحبت، فحس كده بخشوع كده الله، ودخل لقى عندها رزق، رزق كتير، فبيقول لها يعني ايه كل الرزق اللي اللي عندك عند ده؟ ربي. شوف الايه، هنالك دعا زكريا رب. هو سيدنا زكريا ما كانش بيدعي قبل كده، كان بيدعي، طبعا لكن لما دخل لقى خشوع في الدعاء وقرب من ربنا ولقى بركات ونفحات، هنالك دعا زكريا ربه، ربنا استجاب له دعائه. فلازم انت يبقى كلنا يبقى لنا كده اوقات، ودي من النيه. انا لازم قبل رمضان، والله العظيم حتى الصحابه كانوا بيقولوا ايه، يعني كنا نعد لرمضان دعوات محدده يلحون عليها الشهر كله، يقولون فوالله ينقضي رمضان ولا ياتي رمضان القادم الا وقد اجاب الله لنا ما دعوناه به. يعني الصحابه كانوا بيعملوا كده، واحنا داخلين على شهر رمضان نعمل ايه بقى؟ نجيب ورقه وقلم ونكتب بقى 1 2 3 ثانية واحدة 4. عشان الورقة والقلم دي، يعني نجيب ورقة وقلم زي ما بنكتب كده في ورقة وقلم، احنا محتاجين ايه لرمضان ونحضر ايه ونسبك ايه ونعصر ايه ونشيل ايه في الفريزر، جنبها ورقة تانية هنكتب فيها الأستاذة أماني هتقول لنا عليه، نكتب بقى في الورقة التانية ايه؟ يعني الدنيا خلاص هنكتب اللي احنا عايزينه، وأعتقد ستات كتير كتبوا، نكتب ايه ينفعنا بقى دنيا وآخرة. كل واحد عنده أمنيات مستحيلة، اللي هو بيقول أنا استحالة، ربنا بيخلق الأسباب. فاحنا لو دخلنا لشهر رمضان بالنية دي إن مفيش حاجة مستحيلة، وإن أنا دخلت بشروط استجابة الدعاء اللي هي أول واحد قلنا اليقين في الإجابة، تاني حاجة الخشوع في الدعاء، تالت حاجة مهمة جدا عدم الاستعجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. يعني إيه؟ أنا جبت زرعة ونبتت الزرعة بتاعتي، نبتها وكل يوم أسقي وأروي، أسقي وأروي، أسقي وأروي، ما طلعتش، زهقت سبتها، هي كانت خلاص هتطلع. شوفي إن الله يحب الملحين في الدعاء، كل سجدة، كل قيام ليل، كل تهجد، كل تراويح، كل أروح العمر هم هم، الصفا والمروة هم، إن الله يحب الملحين في الدعاء. والواحد يا جماعة والله العظيم أنا بقول لكم الكلام ده من كل قلبي، أنا نقلات حياتي، نقلات حياتي كانت في دعوات مستجابة في رمضان. الله. وحاجة إيه؟ أمانة مستحيلة، مفيش مستحيل مع طب ما ربنا. تقول لنا حاجه من الحاجات اللي ينفع تتقال، يعني انا اقول لك حاجه وانت تقولي لي حاجه. يعني انا اصلا خريجه فنون جميله ما شاء والله ما شاء الله، لا يعني فاكراكي سر بقى، ما شاء الله وبعدين دعيت ربنا ان انا ربنا يفقهني في الدين، الله، درست بقى مع كل الابواب اتفتحت لي، درست معهد اعداد دعاء، خدت دبلومه، ماجستير، دكتوراه، كل الابواب اتفتحت لي وانا ايه سبحان الله فنون جميله، بس ايه في دعوه بصدق بيقين في رمضان. وما انساش اليوم ده ابدا، وما انساش السجاده بتاعتي والحته الركن بتاعي ده في البيت، كل واحد فينا لازم يبقى ليه ركن كده في البيت، سجاده وركن كده على جنب. والله اللحظات دي يعني الواحد بيروح المكان ده يقول انا المكان ده بركه. والله العظيم انا برضو عارفه، انا البلكونه بالنسبه لي بقت المكان اللي هو ايه، يعني ان شاء الله ربنا هيستجيب ليا وانا على سجاده الصلاه في الحته دي، فيا ريت كلنا في بيوتنا نجعل كده متر في متر، ده يبقى الخلوه مع ربنا، نختلي بربنا في الحته دي، دي تبقى حته بتاعت مني لله. يعني ايه تاني فاضل؟ إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ثم ثم يا رب يردهما صفرا خائبتين. هعمل كده ربنا استجيب. هيستجيب، والله والله طب مع ثقة. احنا قلنا شروط 3، لا اللي هو لسه في شرط رابع، ايه هو بقى؟ أكل الحلال. اكل الحلال. سيدنا سعد بن أبي وقاص راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فكان سيدنا سعد بن ابي وقاص بيركز في اكل حلال بالملي. شوف ربنا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ثم ذكر الرجل اشعث اغبر
فقير غلبان يطيل السفر ويرفع يديه ويقول يا رب يا رب، ولكن مأكله حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنا يستجاب له؟ مش ممكن ربنا يستجاب. بقى اعمل صوم وصلي واعمل بقى كل الحاجات اللي انت عايز تعملها، تاكل حرام وتقول انا ربنا مش بيستجيب لي؟ استحاله. طيب نقولهم تاني عشان فاضل دقيقه بس. اول حاجه اليقين في الاجابه، اليقين في الاجابه، الخشوع في الدعاء، عدم الاستعجال، ايوه، اكل الحلال، اربع حاجات. يعني التزمنا بيهم وان شاء الله ان شاء الله ربنا يستجيب لكل حد يا رب عنده مساله عند ربنا، ونغتنم نغتنم الفرص. والصائم عنده فطره دعوة لا ترد. داخلين رمضان يا جماعه، الثلث الاخير من الليل، يتنزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الاخير من الليل ونادي، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من قاضي حاجه فاقضيها له. يعني الناس اللي داخله رمضان وعندها دعوات مستحيله، اهو الدعاء مستجاب. مش ممكن هتعملي كده ربنا وربنا هيردك، لازم لازم. ما من داع يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له في الدنيا، هيستجاب لك هيستجاب لك هيستجاب لك، إما أن يدخلها له يوم القيامة حسنات بقى يوم القيامة، وإما أن يكف عنه من السوء مثلها. اللهم أمين. أنا متشكرة.